السلام عليكم، معكم القناة ديال الأجنس عربي للعقار في مدينة الناظور. كنتمنى إن شاء الله أنتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا تكونوا في أفضل حال. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد الشقة اللي كتباع في حي المطار في الناظور الجديد، شقة بفينيسيوم ممتازة وموقع أكثر من رائع. باش تعرفوا معلومات أكثر تبعوا معنا هذا الفيديو هذا حتى الأخير. كما قلنا لكم في البداية ديال الفيديو، العرض ديال اليوم واحد الشقة اللي كتباع في حي المطار في الناظور الجديد. هذا هو الموقع ديالها، جاية قريبة على الشارع 80. هذا الموقع كالم مزيان بزاف، هذا هو الشارع اللي تماك. صراحة واحد الشقة مزيانة بزاف، هذه الدخلة ديال العمارة. الشقة هذه فيها 112 متر مربع، جوج البيوت، صالون، كوزينة وجوج الحمامات، وعندها البلاصة في الباركينج. العمارة فيها لاسانسور، فيها جوج ديال لاسانسور اللي كاينين في حالة ما كان خسر شي واحد ولا، فكاين واحد خور تماك كما كتشوفوا معنا هنا، جوج ديال لاسانسور. الشقة كاينة في الطبق الثاني نمرة 13، هذه هي الشقة. في الدخلة مباشرة ديال الشقة كنلقاو على يدنا دلي صار كوزينة اللي عندها الشرجم على لاكوغ، كوزينة كبيرة إيكيبي، مطبخ مجهز، شي حاجة مزيانة بزاف. لافينيسيون ديال الشقة أكثر من رائعة. الموقع ديالها قريب على الشارع 80، قريب على المسجد ديال محمد السادس، قريب على جميع المرافق، لي ريستورون لي كافي كلشي قريب عليها. فيها بالكون في البيت ديال الناس، وكما قلنا عندها الباركينغ ديالها، عندها بلاصه في الباركينغ سوسول. بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذا العرض هذا، ما عليكم الا تتصلوا بنا على الرقم اللي كاين في اسفل الشاشه، ولا تزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينه في حي النعناع اقامه ايمن في الريتشوسي مدينه الناظور. حتى نتوما الا عندكم شي عقار بغيتوا تبيعوه اتصلوا بنا على نفس الارقام. حتى لو بغيتوا ديروا شي تقييم للعقار ديالكم بشحال باش تقدروا تبيعوه، اولا بشحال باش تقدروا تشريو شي عقار، فاحنا كنديروا التقييم ديال العقارات. كوزينه كما قلنا كبيره، عندها شرجم على لاكوغ، شي حاجه مزيانه بزاف. الشقه المساحه ديالها كبيره، يعني فيها البيوت كبارين، الصالون كبير، الكوزينه حتى هي كبيره، وحتى الحمامات بجوج. الاقامه نقيه بزاف، كاين تما العساس، كاين كونسييرج، يعني واحد البلاصه مزيانه بزاف، والموقع هادئ، موقع كالم. شقه محفظه بطبيعه الحال، عندها التيتر ديالها، هنا كاين الحمام الاول، حمام عصري، كاينه سيباراسيون ما بين التواليت والصال دو بان، كاينه سيباراسيون بزاج. صراحة في نيسيون ممتازة اللي كاينة في هاد الشقة هادي، لي ريدو إلكتريك، شراجم ديال ألومنيوم بطبيعة الحال، لي ريدو إلكتريك، نوعية ديال الصباغة ولا ديال الكارلاج نوعية ممتازة. الشقة نقية بزاف، بالنسبه للناس اللي باغين ياخذوها للسكنه اولا حتى اللي بغى يشريها ويديرها للكرا. فالشقق اللي عندهم باركينغ في حي المطار الناظور الجديد راه كيتكراو ابتداء من 3500 درهم للشهر. هنا الصالون، صالون كبير كما كتشوفوا معنا هنا، مضوي، عنده شرجم على لافاساد، حتى الشراجم الكبارين اللي كاينين في الشقة. كما كتشوفوا هنا لي ريدو إلكتريك، كاين فيها لانستالاسيون ديال الانترنيت وديال التلفازة، حتى ديال لاكليم. كما قلنا كلشي فيها كبير، المساحة ديالو مزيانة لأنه المساحة ديال الشقة كبيرة.
والفينيسيون راكم كتشوفوا نتوما واحد الفينيسيون ممتازه. دابا غادي ندوزو باش نشوفو البيت الاول. البيت الاول حتى هو كبير كما كتشوفو، كاين عندو شارجم على لاكور. البيت الثاني هو اللي فيه جي على شكل سويت، فيه الحمام ديالو وعندو شارجم على الفاصاد وحتى البالكون. نعود نديرو واحد التذكير بالمعلومات أن هاد الشقة هادي كاينة في حي المطار في الناظور الجديد. المساحة ديالها 112 متر مربع، فيها جوج الحمامات، جوج البيوت، صالون، واحد سيجور صغير، والكوزينة مجهزة، مطبخ مجهز. كاينة في الدوزيام ايطاج، كاين لاسانسور وعندها بلاصة في الباركينغ. هنا البيت الثاني فيه الحمام ديالو، حمام كبير، وحتى البيت كبير ما شاء الله. كما قلنا اللي بغى ياخذها للسكنه او اللي بغى يديرها للكرا، فالكرا تماك ديال الشقق اللي عندهم باركينغ كيبدا من 3500 درهم للشهر. هذا هو البيت، البيت كبير بطبيعه الحال، شارجم على الفاصاد وكذلك فيه حتى البالكون. هذا هو البيت كما كتشوفوا. الموقع ديالها ممتاز، قريب على الشارع 80 على مسجد محمد السادس. والمهم اللي فيها هو انه الشقة نقية، نقية بزاف. بالنسبة للثمن اللي بيع ديال هاد الشقة هادي، خلنا فيها 112 متر مربع وعندها بلاصة في الباركينغ. الثمن ديال البيع ديالها هو 82 مليون سنتيم. الثمن ديال البيع ديال هاد الشقة هادي 82 مليون سنتيم. باش تعرفوا العروض ديالنا كاملين تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا وفعلوا زر ديال الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا نتوما الاولين. ايضا كاين السيت ويب ديالنا اللي هو www.agencezarabi.com، تلقاو فيه كاع العروض ديالنا. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم دائما الفيديوهات ديالنا، سواء الناس اللي كاينين داخل ارض الوطن ولا حتى الناس اللي كاينين خارج ارض الوطن، فالشكر موصول لكم فين ما كنتو. كنعاود لكم الشكر مره اخرى ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم.